قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بإعداد دراسة حول فرص تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الإكواس. وقد أشار المركز إلى أن تنمية العلاقات التجارية بين مصر وأفريقيا تكتسب أهمية متزايدة لما لها من أبعاد اقتصادية وسياسية، حيث تمثل أفريقيا إحدى الأسواق الجغرافية المستهدفة للصادرات المصرية، كما تمتاز بسهولة نفاذ المنتجات المصرية إليها. أما على الصعيد السياسي فتعد العلاقات التبادل التجارية المشتركة إحدى السبل المطروحة أمام مصر لاكتساب القوة الناعمة داخل القارة الإفريقية.